في شكاوى عديدة اتقدمت من اخواتي، الظلم وعدوى، قفلوا المحل بتاريخ 11/7 الحي قفلها بدون وجه حق، كان يوم العطلة، رحت للحي قال لي مش دكانك يا بيه، رخصة في ايدي، قال لي ماليش دعوة، لقيت الاسم بتاع اخويا على الكمبيوتر، فبقول له ليه كده؟ قال لي هما كده. طب اعمل ايه كده؟ راح مقدم فيها شكاوي، شكوى من رئاسة الوزراء بان انا ميت من سنة 86 بخيوط 86 ومرخصة، طول السنين بدفع ضرائب وتأمينات باسم سامح فهمي من ساعة وفاة الوالد، ودول فيلم اتقلب خالص، تزوير أوراق وشكاوى عديدة. يوم 25/12/2019 المشاكل كلها تزوير أوراق، في إخواتي ما أعرفش ليه السبب، بحيث كل الأوراق بتاعتي قدموا لي شكاوى في النيابة العامة، 5 شكاوى خدت فيهم براءة، فضينا في مصر في القاهرة في محكمة زينهم 4 محاضر، محاضر سرقة ومحاضر تعدي ومحاضر كسر قفول، كل أسبوع تاني شكوى 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 شكوى، بموجب رئيس يعني والشكاوى دي راحت لرئيس الحي، رئيس الحي متواضع معاهم والموظفين بتاعت الحي، قفل الدكان. الشكوى راحت قدمناها على المتوفي، قبل المتوفى انا موجود باسم سامح فهمي مسخره، عايزين ورثتهم من ورثة سامح فهمي، طب انا سامح فهمي على قيد الحياه، ورثتي هتروح لمين؟ لابني ولا لاخويا؟ طالب فتح المحل وعدم الظلم. اقول مش شوكه في ايدي وانا ما متش على قيد الحياه. دي من حي الجماليه. اللي بلغوا فيها ان في غلق وبتاع، بعد المفروض 11/7 هم جايبين امر اي كلام، ما فيش ترخيص وبتاع، قال لك بعدم الترخيص، مره ثانيه قال لك بعدم الورثه، طب فين الورثه؟ موظف الحي راح دخل شمع المحل وراح لزن وراح موقعني خليني اغميط، طلبت الاسعاف راح طار هم من قدام، هو رئيس الحي هو الموظف بتاع الحي اسمه تامر، لا قبل التجميع برضك، قبل التجميع، ويوم التجميع راح يوم العطلة، فسلقوا أوراقي سليمة راح مشوا راح لززني في الأرض، وفي فيديو مثبت بذلك، أوراقي سليمة، واللي ليه ورثة ياخده، وعايز أفتح الدكان.